لكن نعلم الكل بعض، احنا ما نقولوش كاين ناس يعني اللي راهي محترمه الشروط، يعني ما يسمحلكش حتى تدخل للمحل نتاعو ماشي راك مرتدي يعني الكمامه، فيه ناس راهي ليك تحترم هذه الشروط، ولكن راهي عندنا بالمقابل الاسواق يعني فوضويه، الاسواق الموازيه اللي ما تخضع حتى رقابه، نعلم لازم حتى تحضر الكاميرا ولازم يحضروا الرقابه والمراقبين باش يشوفوه يروح يجيب يعني علبه المعقم ويعطي للناس يعني كما يقولوا الكمامات، ولا يفرض عليهم انهم يوضعوا الكمامات وتلقاهم هذا الشيء. انا قلت لك انا انخفاض الاعداد ما راوش دليل على نهايه انتشار الوباء، هذا الوباء ينتشر بمجرد التهاون. احنا راك تشوف الاجراءات صحيح ناس يعني كما نقولوا كانت فيه تضحيه نوعا ما، رانا شفنا رمضان يعني منذ سنه، رانا قريب ان شاء الله يعني على مشارف شهر رمضان الكريم، ندعو الله عز وجل ان يرفع الوباء مع هذا الشهر الفضيل وان يبلغنا رمضان ان شاء الله. امين يا رب العالمين. منذ سنة فقط راك شفت الإجراءات، الأسبوع الأول تم فتح المحلات التجارية، بعض النشاطات يعني في 10 أيام ارتفع. لكن يعني إيمان ما تشوفوش أنه المحلات ربما اللي تكون فيها خطر أكبر هو المطاعم، لأن الناس كي يدخلوا المطاعم والمقاهي ينحيوا البافات باش يتناولوا أكل، هل من أعداد محددة يتقيد بها ربما أصحاب المحلات والمطاعم؟ لا راني استقبال الزبائن. شوف في المطاعم كانت فيه اجراءات انه لازم الطاولات يعني تكون طاولات متباعده، وما لازم يعني اكثر، ما لازمش يكونوا اكثر من شخصين باش نقولوا يعني باش نعطيك نعطيلك يعني الصواب، اكثر من شخصين، لازم يوقف التكييف، لازم يفتح يعني كما نقولوا النوافذ وتكون فيه تهوية، ومن الأفضل إذا كانت عنده مساحة يعني في خارجية على الهواء الطلق هكا يوضع الطاولات، يعني قلت لك أنا فردين في طاولة واحدة. أنا أشوفه يعني منذ أيام فقط يعني دخلت أحد المطاعم، صدقني كأنه ما رناش ما كانش الوباء، هذا الوباء غير موجود. صح. ووضع لك يعني الماء، الناس تشرب كلها يعني من كأس واحدة. يعني حتى خلال فترة الحجر وفترة الحظر أيضا. نعم. والغلق كان فيه بعض المطاعم كانوا فاتحين يعني بصفة غير قانونية، الناس يدخلوا ويفطروا يعني عادي. هنا نشوفوا باللي قمة الجهل بال وكاين اللي كانوا يخدموا ابورت فيرمي يغلق الباب يعني. نعم. الزبائن باينين يدخلوا عادي. صح. هي اللاوعي، هي اللاوعي، لانه لا قدر الله لو نلحقوا للسقف ولحقنا 1000 اصابه يعني يوميه، لو نعاودوا نرجعوا للوراء في ظل مازال يعني ما تلقاش، لازم نلقحوا يعني على الاقل ثلثي يعني تاع المواطنين باش نكونوا في منأى ان شاء الله عن انتشار هذا الوباء. ولكن حنقول لك يعني مع هذا الانفراج، لانه فيه هما ياخذوا بواحد المعيار يعني فيه معادله وفيه معيار يعني ياخذوه بعد الفتح مدة 10 أيام حتى الأسبوع إلى أسبوعين، تشوف الحالات إن كان فيه استقرار للحالات، يعني الناس راهي متقيدة بالإجراءات، ولكن إن ارتفعت عدد الحالات راهيك رايحة تغلق، يعني كأنه التاجر راهو يضرب نفسه، والمستهلك اللي راهو يبحث ولا المواطن اللي يبحث على فسحة راهيك راح يزيد التضييق عليه، لأنه قلت لك الصحة هي قبل كل شيء.